الكتابات بتاعتنا اصبحت مختزه للغه العربيه. الخبر بتاعنا بيقول ان صالون سلوان حاليا قيد تاسيس مؤسسه ثقافيه، ان شاء الله باذن الله عندنا مشروع ثقافي، ندعو الله ان ربنا يكمله على خير، محتاجين دعواتكم. ثقافه تقيله، الثقافه في حد ذاتها تقيله، فمحتاجه ان احنا اللي نجيب الناس، هما مش هيجوا لنا منهم نفسهم. يعني في راي بيقول ان المصريين ما بيقروش والعرب عموما ما بيقروش، لان احنا كرهناهم في القرايه بصراحه. من وهم اطفال في المناهج التعليميه، التلميذ بيصدق يخلص المنهج ويرمي الكتب وينسى المنهج باللي فيه بالسنه باللي فيه للاسف، ودي سياسه لازم تتغير في الفترات اللي جايه للعالم. عاوز يصلح في البلد دي للاسف. يعني انا كنت عايز اعرف من حضرتك ايه اللي يخليك تسيب شغلك وتيجي تحضر صالون ثقافي؟ اسيب شغل واحده في صالون ثقافي، الثقافه هي غذاء الروح، واذا كانت الروح هي هبه الحياه وهي اللي بتخليني اعيش، ازاي انا ما اغذيش روحي في الثقافه في صالون من اكبر صالونات الشرق الاوسط هو صالون الاستاذ. المفروض ان احنا نقرا، انا قريت حاجه اسرائيلي واحد ثقافته بتساوي 3200 ثقافه فرد عربي. ايه الكارثه اللي احنا فيها دي؟